السلام عليكم ورحمة الله. معلومة صحية على السريع، والنهاردة هنتكلم مع بعض عن أهم 4 عصائر صحية هتساعدك على التخسيس وفقدان دهون البطن وحرق الدهون الزائدة في الجسم بشكل فعال في المنزل. لكن الأول ما تنساش لايك وشير وسبسكرايب لقناة محتوى احترافي عشان يوصلك كل جديد ومفيد لصحتك وصحة أسرتك. ممكن تستغرب عنوان الفيديو، ولكن فعلا في عصائر لحرق الدهون، عصائر صحية للتخسيس وتسريع فقدان الوزن الزائد. العصائر دي اللي بيميزها انها بتحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن والالياف ومضادات الاكسدة، ودي كلها عناصر ليها دور فعال في تنشيط عملية التمثيل الغذائي وبالتالي حرق الدهون الزيادة في الجسم. عصائر صحية وهتعملها بنفسك في البيت. عصير الجزر. طبعا عصير الجزر من العصائر الرائعة لفقدان الوزن الزائد، لأن الجزر سعراته الحرارية قليلة وغني بالألياف. عصير الجزر بيزود شعورك بالامتلاء لفترة طويلة، يعني هتحس كده انك شبعان لفترة طويلة ونفسك مسدودة عن الأكل. ممكن لما تيجي تعمل عصير الجزر تضيف تفاحة او نص برتقانة حسب رغبتك، ويا سلام بقى لو حطيت حبة جنزبيل عشان تبقى عملت عصير جبار لحرق دهون البطن وكمان التخلص من سموم الجسم. هتعمل عصير الجزر عن طريق انك هتضيف ثمرتين من الجزر وهتضيف حبة بنجر، والمية هتظبطها على حسب انت عايز تشرب العصير السمك بتاعه عامل ازاي، ورشة نعناع في الخلاط بقى وبالهنا والشفا. عصير التفاح من العصائر اللي هتساعد على حرق الدهون بشكل فعال وتقدر تعملها في البيت. العصائر دي كلها صحية وممتازة وغنية بالعناصر الغذائية الضرورية لصحتك. التفاح بيحتوي على نسبة كبيرة من الألياف، وبالتالي هيقلل شعورك بالجوع وهتحس انك شبعان لفترة طويلة، وده هيساعد على حرق الدهون وخاصة التفاح الأخضر. عصير التفاح غني بالفيتامينات والمعادن اللي ليها دور حيوي في الحفاظ على صحتك ووقايتك من الأمراض. كل 100 جرام من عصير التفاح بيحتوي على 50 سعر حراري، فبالتالي التفاح برضو منخفض في السعرات الحرارية. هتعمله ازاي؟ هتجيب 2 كوباية من التفاح المفروم وحبة صغيرة من مسحوق القرفة وعليهم حبة بنجر، خلطهم في الخلاط وبالهنا والشفا. عصير الطماطم. طبعا الطماطم من اكتر الاطعمة منخفضة السعرات الحرارية والكربوهيدرات كمان. الطماطم غنية او بها نسبة عالية من المية. كل 100 جرام من الطماطم بيحتوي على 18 سعر حراري و 3.86 جرام كربوهيدرات، فبالتالي الطماطم زي ما قلنا قليلة في السعرات الحرارية. هتحضر عصير الطماطم ازاي بمنتهى السهولة في البيت؟ 2 كوباية من الطماطم المبشورة، حبة بنجر او نص حبة بنجر صغيرة، ممكن تضيف 3 معالق عصير ليمون وفي الخلاط وبالهنا والشفاء. عصير الرمان. الرمان عامة من العصائر او الرمان عامة من الفواكه الجميلة، وعصير الرمان من العصائر اللذيذة والرائعة للبشرة، بتساعدك على انك تستعيد رونق بشرتك. عصير الرمان بيساعد على فقدان الوزن الزائد. عصير الرمان غني بمضادات الأكسدة وجميع العناصر اللي بتزود معدل حرق الدهون. هنحضره ازاي؟ هنجيب حبة رمان متوسطة الحجم، هنحط الحبوب في الخلاط بتاعت الرمانة دي، وممكن نضيف معلقة عسل أبيض لو حبيت، وكمان طبعا هنضيف مية ما ننساش. هنصفي العصير بعد ما نخلطه في الخلاط وبالهنا والشفا. طبعا لو حابب تضيف بعض الفواكه ليه زي التفاح او الكيوي بنسب كده متفاوتة حسب الكمية اللي انت هتعملها برضو براحتك، كلها فواكه صحية وليها دور في التخسيس وفقدان الوزن الزائد. العصائر دي وغيرها مش هتساعدك على فقدان الوزن الزائد لوحدها، مش هتساعدك على حرق الدهون لوحدها، ولكن لازم تتبع نظام غذائي صحي سليم ومتوازن وفقا لحالتك الصحية، وكمان تشرب مية كتير، وكمان تاكل مثلا لو متوفر عندك خيار او بطيخ، ده هيساعدك لو انت بتنسى تشرب مية كتير. ويا سلام بقى لو تحافظ على ممارسة التمارين الرياضية بشكل دوري، مش تمارس التمارين الرياضية يوم ومية لا، او على الاقل تتمشى نص ساعة في اليوم.
عشان يوصلك كل جديد ومفيد لصحتك وصحة أسرتك، لازم تتابع قناة محتوى احترافي، ولايك وشير وسبسكرايب، وتعليقك هيوصلك الفيديو اللي جاي أسرع. شكرا والسلام عليكم.